دؤوب جليل ومقدام. وليس قطاع السابع مجرى العمار العميد الركن منير الجامع تدرجوا بجدول الأعمال للاجتماع الربعي. فرئيس القطاع كمان مع رئيسي الإقليمين بيشاركوا بالاجتماعات وبيشاركوا بالقرارات. فإذا هالدور دور محوري بهالاتجاهين. بحب أذكر ست نقاط أكيد بسرعة. الدور الأول وهو عن العضوية. العضوية هو مشكل دائم أو قضية دائمة زمانها مشكل بالحفاظ على العضوية، بزيادة العضوية ومساعدة الأندية على فتح كمان ما يسمى بالبرانش، يعني فروع لإلها. ممكن تكون الفروع كمان بأماكن بعيدة حتى تكون نواة لأندية في المستقبل. كمان ضمن الموضوع العضوية بيقدر يتعاون دائماً عمول وعبر ومساعدة رؤساء الأقاليم مع رئيس لجنة العضوية في النادي والنادي كمان لتشجيع على زيادة العضوية وعلى اختيار النوعية الملائمة. ففي من خلال هالمنصب وهالدور ممكن معالجة أمور كلها بتصب بصالح الأندية، لأن الدور الرئيسي هو خدمة الأندية. رئيس القطاع ورئيس الإقليم صديق للأندية، هو حدهم بيساعدهم مش لا ينتقدهم، ولكن حتى يعطي النصح من خلال خبرته لأنه بيكون مرق بكثير مناصب قبل. الموضوع الثاني عن القيادة، موضوع الليدرشيب. الليدرشيب معقول النائب الأول بالنادي دوره التوجيه والمساعدة على الليدرشيب. فإذا رئيس القطاع رئيس الأقاليم بيقدروا يطلعوا كيف عم تصير الأمور ضمن النادي ويساعدوهم على التصويت، بمعنى انه يكون في انتخابات وتغيير دولي وفقا للاصول الفرنسيه ضمن النادي. ولفت نظرهم عم تستعمل دائما كلمات ما فيها صيغه الامر، ما فيها
انه اللي بيجي على الاجتماع من اعضاء النادي بيعول كثير على طريقه الاداء وتوزيع الادوار اللي بتحصل بالنادي، ان كان من حيث الدور، من حيث دوليتها وتحضير جدول الاعمال ورفع النتائج ورفع التقارير، وكمان اعطاء دور للجميع. فالليدرشيب موضوع بقدر اهميه مع العضويه. لذلك الرئاسه الدوليه من كم سنه خلقت هالوظائف على كل الرعائل، ان كان النادي او المنطقه او اكثر. وهلا بنشوف حضره الحاكم كمان مسؤولياته على ابعد من مستوى منطقه. فالنقطه الثالثه واللي بتجتمع مع الاثنين، العضويه والليدرشيب وجو الالفه والعمل والتعاون، بالنتيجه بيصب في الخدمه. نحن وي سيرف. اذا وي سيرف، شو دوري انا اذا كان في رئيس نادي وبيعرف واجباته؟ انا بساعده حتى يوسع حلقه اتصالاته، ان كان مع بقيه الانديه وشجعه على التعاون معه، او على التعرف على جمعيات اخرى في القطاع المدني، حتى مع السلطات المحليه غير السياسيه، كلها بهدف افساح المجال للاستفاده من اكبر طاقات ممكن تنوضعها لخدمه التنميه. جماعة اثنين عن الآلام. لما كنت جي اس تي ديستريكت كوردينيتور، واحد لما بيكون بمنصب بتصير يطلع كمان على قوانين وعلى دور. حفظت شغلة مهمة، انه عمول شغلة تفتخر فيها مش تشوف حالك فيها ببيئتك. فنحن من هالناحية بالإعلام خلينا نعمل أعمال نفتخر انه عملناها، وما نستحي انه نعلن عنها قبل حتى تنجح وبعد. الاعلام بيكون ضمن النادي على الصفحه الاعلاميه للنادي، وكمان باعطاء العلم للمسؤول على مستوى المنطقه. فاليوم وسائل التواصل الاجتماعي بتسمح بنشر كل هالنجاحات اللي بيحققوها النادي، بالنتيجه هيدا الحافز الاساسي حتى كمان واحد يقوم بالخدمه. والنقطه الاخيره كمان تشجيع على المشاركة. المشاركة أولاً مع الأندية، المشاركة مع الأنشطة، مع الأنشطة اللي بتقوم فيها الحاكمية واللجان اللي مكلفة من قبل الحاكمية، والمشاركة بالمؤتمرات الإقليمية. نحن تابعين لمنطقة دستورية اسمها إزامي إنديا ساوث إيجيا ميدل إيست. فإذا في مؤتمرات على الإقليمية اللي سميته، وفي غيرها كثير على صعيد المتوسط أو العرب أو الفرنكوفوني، والمؤتمرات الدولية، شو بيصير بهالمؤتمرات؟ بالنتيجة النادي كل نادي له صوت حتى ينتخب على الصعيد الدولي. حب أقول هالمشاركات كلها، الواحد بقدر ما بيصير يعرف، بقدر ما بيصير يلتزم ويصير عنده شوق أكثر للخدمة. فالتثقيف لا يمضي، والمشاركة بتصل شخصيتنا وبتعطينا الدفع أكثر. وبشكركم على هذا السنة.